Vem aqui. Viu? Ei, Ferraga! يخرب يا هو طب ايه اللي يلبسك ده العب وانزل الجو برد فيه انزل اركب جنب سامح ولع ده حاضر بسرعة رجلك كلامك انهي انا هعمل ايه يا معلم الله ينتقم منك اقفل الباب اغبية قوي نعم اغبية قوي هو المعلم مخنون عايز يوحي المرج ولا يوحي القلق؟ طريق المرج يا فور هتدي لهم مهلة أسبوع يجهزوا المبلغ النهاردة التلات التلات الجاية هيجي لهم تليفون هيقول لهم هنستلم المبلغ فين طب وهياخدوا العيال ازاي؟ مالكش فيه أنا يعني بسأل يعني عشان لو اللي كلمته سألنا يومها هيعرفوا كل حاجة امتى وفين وازاي طب افرض سألني أي حاجة تانية اي حاجه يعني المبلغ كبير عايز ياخر الميعاد شويه عايز يطمن على العيال اي حاجه من الحاجات دي ولا انا اللي هيسالني اسالك الاول بعد كده ارد عليه على ايه يا عم قط انت هتستهبل ما انا كنت كلمتهم انا وخلصت اصحى معايا مفيش الكلام ده انت اللي هترد عليهم وهترد على كل الكلام اللي بيتقال ولازم تكون وانت بتتكلم جامد وشديد ما انا عشان ابقى جامد وشديد لازم اعرف انا هقول ايه اولا الميعاد ولا هيتقدم ولا هيتاخر اسبوع يعني اسبوع الفلوس ما فيهاش فصال 5 مليون جنيه دولار برافو برافو يا قط احبك وانت صاحي نجحت في اول اختبار الحمد لله واحنا بقى هنطمنهم على العيال بطريقتنا ولما نستلم الفلوس في ساعه هنعد فيها الفلوس ونتاكد ان هي مش مزوره وهم يضمنوا منين الكلام ده يعني يضمنوا منين ان احنا لما ناخد الفلوس هنديهم العيال مفيش ضمانات هو كده هما اللي روحهم في ايدينا العكس لا فهمت طب معلش ينفع اجربها معاك الاول ايه دي اللي هتجربها معايا المكالمه اللي انا هكلمها دلوقتي عشان بس ما تلخبطش ولا حاجه عايز اتمرن عليها عشان ما يحصلش اي حاجه كده ولا كده افرض دلوقتي ان انت ابو رابح وانا بكلمك ماشي عايز تعمل بروفة بسم الله عليك بروفة لا لا اساعدك يا مد انت حبيبي اساعدك الو ايوه مين الحاج ابو رابح ايوه يا فندم انا لمع القط حبيب قلب حبيب قلبك حبيب قلبك وهطفك ولا جامد وشديد ده حبيب قلبي